شليلي رجعنا للساعة الثانية من موجة الصباح. مرحبا بكم ناس كل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. رجعني لكم سيبو دخلت بعضي باسمعوا فلت. اسمعوا فلت باش نبداو بالممثلة اللي عندي أنا الكاملة المكملة بصراحة، من أحلى الممثلات، من أحلى لي بروفيل اللي يعجبوني في مصر، واللي هي شيماء سيف. تعرفها فتحية؟ شيماء سيف الممثلة المصرية، صحتها شيماء سيف. اي شيماء بالحق هذيك كي نقول لك هذيك تضحكني بالحق، حتى وهي تحكي نورمال معناها نضحك اوتوماتيكمون نضحك. هبطت فتحية فيديو في الانستغرام بعد الاعلان على حظر التجول، قالت شي اكثر حاجه مفرحتني في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي انه كلكم حتبقوا تخان زي، وخصيبت ضحكه يا فتحي تعشمت مكتفى ضحكتها هي مشهوره بها الضحكه نتاعها، ما فرحانه على الاخر قالت لهم المهم تسمنوا هذيك الفايده في الحكايه. وبرش معنا الناس كل بخيسك يحبوها شيماء سيف، تفاعلوا معها عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، كلهم هبطوا لها كل الاسمايل نتاع اللي يضحكوا، ومنهم باسل الزهر وايمان العاصي جيهان خليل وبرش من متابعيها معناها أعربوا على متأسفين معناها اللي هما بالحق أصيبوا بزيادة واضحة في الوزن بسبب القعدة في الدار بعد الإجراءات نتاع الحجر الصحي. دونك هاي كتبدل لهم شوية جو، أنا فوق هبطت لهم فيديو من با يقعد 15 سكوند خليتهم شيخين نتاع شميتة وراء. اسمعوا فلت أكد السوبر ستار راغب علامة بعد ما حكي في معناه عبر سكايب مع برنامج منا وجر حسيرو، قال اللي هو اكتشف في مرته جيهان وجه جديد في فترة الحجر المنزلي المفروض على الشعب اللبناني. قال زوجتي يليق بها جو الكورونا، راغب يحكي على مرته قالك يليق بها جو الكورونا، أصبحت أراها تدخل في المطبخ وتقوم بتجارب في بعض الأطباق، ولكن نشكر الله أنني لازلت على قيد الحياة ونجحت في كل ما قامت بإعداده. معناها هو فرحان يوم زال عايش وشاف النهار هذا اللي دخلت للكوجينة وطيبة وصنفمة. فتحية إيه ما إيه برشا من فنانين وزوجات الفنانين ما يعرفوش يقليوا، فما اللي تبارك الله عليهم ما شاء الله، كيما فما اللي ما شاء الله واحدة طيب واحدة تقضي واحدة تربي في الصغار نساخر زمان والله العظيم. لا اسمعوا فلت أكدت يارا مثلا، يارا باش نحكيوا على يارا تويكا فتحية، يارا من الناس اللي هي بيتوتية، قلت لك أنا بيتوتية من أصلي نحب الدار، من أصلي نحب قاعدة الداء. حسيلو قالت الخضرة هي الدواء الوحيد لعلاج الكورونا، هذا حسب ما قالت هي، كونها تقوي مناعة جسم الإنسان، وقامت بعدد توري فيهم عطاتهم الرسالة متاع كيفاش يعملوا صينية خضار، ونصحت الناس الكل باتباع الوصفة هذية. وكشفت زيدة قالت اللي أنا بيتوتية بالأصل، والحجر المنزلي ما غيرش فيها حتى شيء، حاجة بركة بدلها فيها اللي أنا توحشت برشا عائلتي وتوحشت خوها اللي في أمريكا بابلو سينو طول غيست متستنسى بيه وعادي تقعد في الدار ما يقلقهش. اسمعوا فلت كون كيارة كون كيارة وشد الدار كون بيتوتي كون بيتوتي وشد الدار كون كيارة يارة شد الدار. المهم نانسي عجرم زيدة كيف كيف خلال مداخلة لها في برنامج منا وجر بالسكايب قالت انها تقضي حياتها بشكل طبيعي في الدار مع عائلتها. قال زيدة ليا بيتوتية، زيدة نانسي كلهم ولو بيتوتيين حصلوا في خلال فترة الحجر المنزلي المفروضة، وقالت اللي هي تقسم وقتها بين عائلتها وتعليم بناتها معناها تقري فيهم ديجا أونلاين وتلعب معهم، قاعدين يعزفوا على البيانو وساعات يرسموا. أما قالت لك ساعات كي من هي ما حبتش تخلي صغارها، قالت لك ردوا بيكم تخلي صغاركم يعملوا اللي يحبوا معناها لازمهم ديما كونترولي. أما قالت لك كي فوت فيا معناها كي سي بون توصل للتوب تخليهم، قالت لك خلي يعملوا اللي يضر تمشي على روحها. ولا كنت اسمع فلت اليوم.